اهلا بكم مشاهدينا بنشره اخبار المساء وهذه عناوينها. رئيس الدوله يصدر مرسوما بمنح لانا زكي نسيبا درجه وزير. حاكم الشارقه يعتمد الموازنه العامه للاماره ب 34 مليار و422 مليون درهم لعام 2022. وإدارة الطوارئ والأزمات تحدث أو تحدث شروط الدخول إلى إمارة أبو ظبي. أهلا بكم أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بمنح السفير فوق العادة مفوض معالي لانا زكي نسيبة. مساعد وزير الخارجيه والتعاون الدولي للشؤون السياسيه المندوبه الدائمه للدوله لدى الامم المتحده درجه وزير اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقه اليوم اعتمد الموازنه العامه لاماره الشارقه باجمالي نفقات بلغت نحو 34.4 مليار درهم وتهدف الى تحقيق الرؤيه الاستراتيجيه للاماره في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وتعزيز الاستدامه الماليه وتحفيز الاقتصاد الكلي على ان تسهم الموازنه العامه في الخدمات والتنميه على حد سواء وتستند هذه الموازنه الى عمليه تعزيز المرتكزات الماليه للارتقاء بالرياده الاقتصاديه والثقافيه والعلميه والسياحيه وكذلك تعزيز القدرات لمواجهه التحديات الاقتصاديه المختلفه شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن شهد حفلة تخرج افتراضيا نظمه الصندوق لتخريج ثلاث دفعات من المشاركين في برنامج المبرمج الإماراتي تضم أكثر من ألف مشارك توزعوا على 600 طالب وطالبة في مدينة الظفرة ممن شاركوا في المرحلة الأساسية التي تعد مدخلا لتعلم البرمجة طالب وطالبة من الظفرة عشر طالبا من المشاركين في المرحلة المتقدمة في دبي والشرقة وأم القوانة أثناء معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان على الاهتمام الذي يوليه الخريجون لمثل هذه البرامج وعلى حرصهم على اكتساب المعارف والخبرات التي من شأنها أن تؤهلهم للعب دور فعال في مسيره تقدم دوله الامارات وازدهارها. أعلنت وزاره الخارجيه والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني دوله الامارات حمله جوازات السفر الدبلوماسيه والخاصه والعادية بإمكانهم السفر الى جمهوريه طاجكستان من دون تأشيره. والبقاء فيها لمدة تصل إلى تسعين يوماً في كل زيارة وذلك ابتداء من 1 يناير 2022 وفي الوقت الراهن لا يسمح لمواطني دولة الإمارات بدخول الأراضي الطاجكستانية بسبب الاوضاع الناجمه عن جائحه كوفيد-19 يعكس هذا القرار قوه العلاقات بين البلدين والتي تاسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبه في تطوير هذه العلاقات الثنائيه بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين وبما يخدم الاهداف والمصالح المشتركه اعلن مصرف الامارات للتنميه ان تطبيق الخدمات المصرفيه للاعمال قد دعم اكثر من خمسمائه شركه ناشئه وصغيرة ومتوسطة الحجم في الامارات خلال خلال الاشهر الثلاثة الماضية من خلال فتح حسابات لها في اقل من 48 ساعة، ما يعزز الطلب المتزايد على هذا التطبيق، وقد صمم تطبيق الخدمات المصرفية للاعمال من مصرف الامارات للتنمية، صمم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دولة الامارات، اذ يوفر لها امكانية الوصول الى خدمات مصرفية رقمية آمنة ومريحة على مدار ساعة، ويتيح التطبيق حجز رقم حساب مصرفي دولي للشركة في غضون دقائق، ويكتمل تفعيل الحساب في غضون 48 ساعة. الحساب مجاني للجميع في كافة أنحاء الإمارات وبدون اشتراط حد أدنى للرصيد. تلعب لغه البرمجه دورا رئيسا في الخطط الاستراتيجيه وجهود تعزيز التنميه الاقتصاديه في الدوله، حيث وبعد مرور العالم بتغيرات اقتصاديه ومجتمعيه كبيره وتحديدا خلال الجائحه، ادى ذلك الى تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، فباتت الحلول الرقميه ليست وسيله للتعافي فحسب بل للازدهار ايضا، ويؤكد مجمع دبي للمعرفه، يؤكد ان البرمجه مكونا أساسي للتنمية والاستدامة ولغة المستقبل وذلك من خلال احتضانه لأكثر من 15 مركزا تعليميا لتعليم مهارات البرمجة لمجموعة من مختلف الفئات العمرية مع أكثر من 15 مركزا تعليميا لتعليم مهارات البرمجة لمجموعة من الفئات العمرية من بينها الأطفال الذين لم يتجاوزوا سن السابعة يوصل مجمع دبي للمعرفة لعب دور رئيسي في بناء مجموعه من المواهب القادره على تلبيه متطلبات الاقتصاد الرقمي في المستقبل حيث تعد زياده عدد الموهوبين من المبرمجين المهره امر بالغ الاهميه لتعزيز رؤيه الامارات للنمو وتحقيق الاهداف المستقبليه ولا سيما مع استمرار جهود التحول الرقمي في التسارع وتتراوح مده البرامج التي تقدمها مراكز التعليم في مجمع دبي للمعرفه بين ثلاثه اشهر وعامين وتناسب الجميع من اطفال المدارس الذين يتعلمون اساسيات التكنولوجيا الى طلاب الجامعات الذين يسعون الى اضافه المهارات المطلوبه الى سيرهم الذاتيه الى المهنيين الذين يسعون الى التوسع في خيارات حياتهم المهنيه وبكونه مقرًا للمعاهد التربوية المرموقة وشركات الموارد البشرية العالمية، يسهم مجمع دبي للمعرفة في تلبية احتياجات قطاعات الأعمال بفضل ما يتيحه من برامج تدريبية وتطويرية للمتخصصين والمحترفين وما يضمه من شركات توظيف تربط الكفاءات والشركات يعد مجمع دبي للمعرفه المنظومه الوحيده المخصصه لاداره الموارد البشريه والتميز في مجال التعلم حول العالم ويهدف المجمع الذي تاسس عام 2003 الى تعزيز مكانه دبي كوجهه مفضله للتدريب المهني وساعد مع شركائه التجاريين الذين يزيد عددهم عن 500 شريك وثلاثه الاف شخص على توفير افضل الممارسات العالميه التي مكنت دبي من التحول الى اقتصاد قائم على المعرفه مع خلق المواهب في دوله الامارات لدفع عجله ذلك التحول ويوفر مجمع دبي للمعرفه منظومه تتيح التمكين عبر المعرفه وتطوير المهنيين ويشكل مزيجا فريدا من البرامج التي تشمل إدارة الموارد البشرية والاستشارية والتدريب والتطوير الشخصي تزامنا مع احتفالات ومبادرات عام الخمسين نظمت وزارة تنمية المجتمع عرسا جماعيا لخمسين شابا مواطنا حظي برعايه مجموعه المسعود واقيم في قصر الامارات بابو ظبي بحضور سعاده ناصر اسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعايه الاجتماعيه بالوزاره وبحضور سعاده مسعود احمد المسعود رئيس مجلس الاداره لمجموعه المسعود اضافه الى حضور عدد من المسؤولين واقارب وذوي العرسان ياتي هذا العرس الجماعي في اطار رؤيه الوزاره لتجسيد المسؤوليه المجتمعيه وترسيخ الشراكه المجتمعيه الفاعله مع كافه الجهات وبالاخص القطاع الخاص. الى الملف الطبي، حيث اعلنت وزاره الصحه ووقايه المجتمع عن الموافقه على الاستخدام الطارئ للقاح الجديد المعتمد على المعتمد على البروتين المؤتلف من شركه سينوفارم سي ام بي جي. وياتي هذا القرار عقب المراقبة وعقب التقييم الصارم لبيانات الدراسة التي تم اجراؤها في دولة الامارات، واكدت الوزارة ان هذا الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق وبشكل تام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة اسرع لاجراءات الترخيص، وذلك في اطار جهود الوزارة الشاملة والمتكاملة بتعاون مع الجهات الصحية لتعزيز وقاية افراد المجتمع من جائحة كوفيد 19 في الدولة. أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبو ظبي أعلنت عن تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة واعتمدت تطبيق شرط حالة المرور الأخضر للمطعمين ونتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف لغير المطعمين واعتبارا من يوم الخميس في الثلاثين من ديسمبر 2021 بالإضافة إلى استخدام أجهزة المسح بتقنية نظام ADA المعتمدة او المعتمده على التكنولوجيا المتطوره لرصد الحالات المحتمله اصابتها بفيروس كوفيد 19 يتم تطبيق شروط جديده تعزيزا للاجراءات الاحترازيه وكذلك حفاظا على الصحه العامه وبموجب هذا التحديث يتوجب ابراز حاله المرور الاخضر على تطبيق الحصن بالنسبه للفئات التي حصلت على التطعيم كما يتوجب اظهار نتيجه سلبيه لفحص مسحه الانف بي سي ار لم يمضى على استلامها أكثر من 96 ساعة بالنسبة للفئات غير المطعمة. أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 30150 جرعة من لقاح كوفيد-19

لكل 100 شخص كما اعلنت وزاره الصحه ووقايه المجتمع اليوم عن اجراء 431482 فحصا جديدا خلال الساعات ال24 الماضيه ما ساهم في الكشف عن 1800 و46 حالة إصابة جديدة ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 754911 حالة كما أعلنت الوزارة عن شفاء 632 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 742565 حالة كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 2160 حالة إلى معرض إكسبو حيث احتفلت جمهورية النيجر يوم أمس احتفلت بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي بحضور فخامة محمد بازوم رئيس الجمهورية حيث أقيمت مراسم رفع العلم في ساحة الوصل الأيقونية وقدمت عروض موسيقية واستعراضية بمختلف الأنماط التي تجسد التقاليد والجذور الثقافية لهذا البلد الواقع غرب أفريقيا التقرير التالي والتفاصيل نتابع كان في استقبال فخامة الرئيس محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر وفد إماراتي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتومة رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان النهيان وزير دولة ومعالي ريم الهاشمي وزيرة دولة للشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 وبعد مراسم رفع العلم ألقيت الخطابات حيث أشار فخامة الرئيس محمد بازوم في كلمته إلى أن حضور الدولة الأفريقية في الحدث العالمي أمر مهم وذو دلالة رمزية على الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في العالم اليوم مشيرا إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع دولة الإمارات معربا عن ثقته ان التعاون مع دوله الامارات في قطاعات اقتصاديه حيويه سيتطور بشكل كبير بدوره أثنى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك النهيان وزير دولة في كلمته أثناء الاحتفال بساحة الوصل على مشاركة هذا البلد الإفريقي في إكسبو 2020 دبي وأشار إلى تمييز العلاقات التجارية بين البلدين موضحا إن مشاركة النيجر في هذا الحدث العالمي تبرز تراثها الغني وأولوياتها الاقتصادية والوطنية هذا وتضمن الحفل اداء اغنيات باللغه المحليه النيجريه لاقت استحسان الحاضرين برفقه معزوفات موسيقيه متنوعه امتعت الجمهور من ابناء النيجر وغيرهم في ساحه الوصل. كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي يوم امس كرم الفائزين في النسخة الثانية عشرة من جائزة دبي غلوب سوكر التي اقيمت ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي العضو في مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية والذي نظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار ملتقى العالم وهنأ سموه الفائزين متمنيا لهم تحقيق المزيد من الانجازات وان يكونوا المثل الاعلى في تحفيز اللاعبين الناشئين في مختلف دول العالم أقيم المؤتمر والحفل للعام الثاني على التوالي في فندق أرميني في برج خليفة بمشاركة عدد من نجوم كرة القدم الإماراتيين والعرب والعالميين وضمن جوائز دبي جلوب سوكر 2021 فاز الفرنسي كيليان بابي بجائزة أفضل لاعب في العالم حسب تصويت الجمهور الذي شارك في اختيار الفائزين ومن خلال أكثر من خمسة ملايين مشجع من مختلف دول العالم فيما فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزتين عكستا جماهيريته الواسعة ومهاراته الكبيرة، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم من اختيار مشجعي منصة تيك توك حول العالم، كما فاز بجائزة أحسن هدف لعام 2021، وهي الجائزة الخاصة التي حملت اسم أسطورة كرة القدم العالمية مارادونا. السفير الشرفي السابق للرياضه في مجلس دبي الرياضي وتم تكريم كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي ونادي مانشستر يونايتد بجائزه افضل هداف تاريخي وتسلم الجائزه نيابه عنه وكيل اعماله وجاءت جائزه افضل مسيره لاعب من نصيب البرازيلي رونالدينيو فيما فاز نجم يوفنتوس والمنتخب الايطالي ليوناردو بونوتشي بجائزه افضل مدافع في العالم فيما فازت الاسبانيه اليكسيا بوتياسيغور من نادي برشلونه بجائزه افضل لاعبه وتوج المنتخب الإيطالي بجائزة أفضل منتخب لعام 2021 بينما فاز روبرتو مانشيني بجائزة أفضل مدرب لعام 2021 ونجح فريق برشلونة الإسباني للسيدات في الفوز بجائزة أفضل فريق نسائي بينما فاز نادي زد المصري لكرة القدم بجائزة أفضل أكاديمية للشباب في إفريقيا لعام 2021 كما فاز السعودي مساعد الدوسري بجائزة أفضل لاعب رياضات إلكترونية، وفازت رابطة الدوري الإيطالي بجائزة أفضل جائزة ابتكار في كرة القدم، وذهبت جائزة أفضل مدير رياضي إلى الإسباني تشيكي بيرغستاين، فيما فاز فيدريكو باستوريلو بجائزة أفضل وكيل لاعبين. شهد الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان مساء أمس شهد حفل افتتاح النسخة الثانية من بطولة الشرق الدولية لكرة السلة للشباب والتي ينظمها مجلس الشرق الرياضي في مدينة خرفكان وتستمر حتى الثلاثين من ديسمبر الجاري بمشاركة ثلاثة وعشرين فريقا بعدد لاعبين يصل إلى ثلاثمائة وخمسين لاعبا ولاعبة حفل الافتتاح نتابعه في هذا التقرير شهد مدرج غرفة كان مساء أمس حفل تدشين النسخة الثانية من بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للشباب التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع أكاديمية جام للفعاليات الرياضية بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وأحمد سليمان مؤسس أكاديمية جامة وتسهم بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للشباب في الدمج بين الأكاديميات والأندية وتساعد في دعم التنوع وتحقيق الخبرة من خلال الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية حيث توفر البطولة فرصة كبيرة لتشجيع المواهب واكتشاف عناصر جديدة قادرة على التمثيل الدولي في الأندية لتحقيق أكبر فائدة للشباب هذا وتقام البطولة هذا العام بمشاركة أوسع تشمل 23 فريقا يمثلون سبع دول هي الإمارات ومصر ولبنان والهند والأردن وإسبانيا وصربيا ويمثل الإمارات في البطولة منتخب المنطقتين الوسطى والشرقية المكون من لاعبي ولاعبات البطائح والمليحة والذيد والمدام وكلباء وتجري المنافسات في أربع فئات وذلك على ملاعب صالات أندية خرفكان الرياضية وخرفكان للمعاقين وجامعة الشرق وصالة نادي اتحاد كلباء ويأتي تنظيم بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة امتدادا طبيعيا لنهج مجلس الشارقة الرياضية حيث تساهم هذه التظاهرة الدولية في إبراز الإمكانات اللوجستية والتنظيمية التي تتمتع بها مدن الإمارة وتحقيق نجاح استثنائي للبطولة لجعلها إحدى أهم المحطات الدولية في مجال اللعبة يستمتع عشاق السيارات والسرعة والرياضات التراثية بالمنافسات القوية ضمن فعاليات مهرجان لي الدولي المرعب الذي يعد الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى المنطقة والشرق الأوسط ويضم عددا كبيرا من رياضات المحركات والبطولات والأنشطة التراثية والترفيهية مضيفا المزيد من الحيوية على منطقة الظفرة وسط أجواء شبابية مليئة بالتحدي والإثارة تتواصل تحديات ومنافسات مهرجان لي الدولي تل حيث تحمل المنافسات طابع السرعة والفنيات العالمية في سباقات المحركات والتنافس بالوصول للسرعات العالية والأداء الأمثل والاستعراض القوي والصخب العالي لكي تتحول ليالي منطقة الظفرة وتل مرعب بالتحديد لاحتفالات يومية احتفاء بالمهرجان الذي يأتي كي يكون الوجه الأفضل لمحبي المغامرة والتحدي والسرعة من كافة أرجاء المنطقة هذا وتدخل المنافسات اليوم بيومها الثالث عشر الذي ستشهد إقامة فعاليات ليوغبرز بكل ما تتضمنه من أنشطة استكشافية للمنطقة والمشية في خط سير محدد قامت اللجنة المنظمة بوضعه مسبقا وتستمر فعاليات المهرجان حتى الواحد والثلاثين من ديسمبر الجاري حيث سيكون آخر يومين هما موعد منافسات صعود السيارات لتلمر عب الحدث الأشهر على مستوى المهرجان وتميز تنظيم المهرجان هذا العام من ناحيه البطولات والمستويات الجديده الفنيه والتنظيميه بالاضافه الى مزيج البطولات الحديثه بالتحديات التراثيه القديمه في اطار متكامل على مدار 16 يوما ولتسهيل الخدمه لكل رواد تل مرعب وفر نادي ليو الرياضي تطبيقا ذكيا في مختلف متاجر الهواتف الذكيه المختلفه يوفر الاشتراك في السباقات ومعرفه النتائج اولا باول هذا وتشارك شرطه ابو ظبي في تامين فعاليات المهرجان ونفذت مديريه شرطه منطقه الظفره واداره مرور منطقه الظفره بمديريه المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزيه مجموعه من الانشطه التوعويه المصاحبه للسباق مما اسهم في ترسيخ مفهوم السلامه للجميع خاصه المهتمين بالرياضات الصحراويه يشار إلى أن مهرجان تل مرعب يجذب محترفي وهواة صعود التل الذي يمتد ارتفاعه إلى 300 متر عن سطح الأرض وبميل 50 درجة للأعلى بما يجعله التحدي الأكبر في المنطقة لصعود التل ويتضمن العديد من الرياضات الشبابية المختلفة ليؤكد مكانة المنطقة كموقع جذاب وبشكل أكبر للسياحة وعنوان للتفوق والتميز لهذا الطابع من المهرجانات الضخمة منحت جامعة الدولة الأوزبكية للتربية البدنية والرياضية منحت اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والأسيوي للكاراتيه النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي منحته درجه الدكتوراه الفخريه بروفيسور بناء على قرار مجلس اداره الجامعه وذلك تقديرا لانجازاته للرياضه والرياضيين على المستوى الدولي والاسيوي والمحلي وعلى دوره في تعزيز مكانه رياضه الكاراتيه في العالم ووقع الرزوق اتفاقية تعاون بصفته رئيس الاتحاد الأسيوي مع الجامعة الأوزبكية واتفاقية مماثلة مع رئيس الاتحاد الأوزبكي للكاراتيه تبادل الموقعون الدروع والميداليات التذكارية ثم قام الرزوق ومرافقوه بجولة تفقدية في مرافق الجامعة مستمرون في نشرتنا ونتابع فيها اقتراح برلماني بتشكيل حكومه جديده في ليبيا قبل الانتخابات الولايات تستعد للعمل ضد من يعرقل مسار الصومال نحو السلامه أوصت لجنة متابعة الانتخابات في مجلس النواب الليبي، أوصت بضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، وقالت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس إن الحكومة الحالية عجزت عن توفير الاستقرار اللازم لإجراء الانتخابات، وانتقدت اللجنة ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أدت لخلل في مبادئ العدالة والمساواة، مشددة على ضرورة تعديل الدستور بمشاركة من المجلس الاعلى للدوله ووضع خريطة طريق واقعيه لاجراء الانتخابات. عقد مجلس النواب الليبي يوم امس جلسه لمناقشه خريطه الطريق الخاصه بالمرحله المقبله ولوضع جدول زمني جديد للانتخابات بعد تعثر اجرائها في الرابع والعشرين من ديسمبر وكذلك التوافق على خيار واحد من عده سيناريوهات مطروحه بدورها قالت المستشاره الخاصه للامم المتحده ستيفاني ويليامز في تغريده لها ان الليبيين يتطلعون لاجابات من البرلمان عن الاسئله المتعلقه بالتشريعات الانتخابيه والطعون القضائيه. اعتبرت الولايات المتحده ان محاوله وقف رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي عن العمل تثير القلق وانها تدعم جهوده. لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية. وقال مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية على تويتر في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين قال إن واشنطن مستعدة كذلك للعمل ضد من يعرقلون مسار الصومال نحو السلام وكان الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد أعلن الاثنين تعليق سلطات روبلي للاشتباه بتورطه في فساد في الفساد في خطوه وصفها رئيس الوزراء بانها محاوله انقلاب مما يصعد الصراع على السلطه بين الزعيمين السفاره الامريكيه في الصومال حثت المسؤولين على خفض التصعيد بعد تعليق مهام رئيس الحكومه أكدت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عزم موسكو مناقشة مطالبها الأمنية مع واشنطن في العاشر من يناير حسب ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية ونقلت أيضا الوكالة عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله إن رد الولايات المتحدة على الموضوع حتى الآن كان مطلقا وإنه كان من المهم أن يشارك مسؤولون عسكريون في محادثات مماثلة مع حلف شمال الأطلسي من المقرر أن تبدأ في الثاني عشر من يناير روسيا تطالب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالتعهد بعدم توسيع التحالف العسكري ليشمل أوكرانيا وهي خطوة تقول موسكو انها ستهدد امنها القومي وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي رافضا الكشف عن هويته عندما نجلس للمحادثات يمكن لروسيا ان تضع مخاوفها على الطاوله وسنضع كذلك مخاوفنا المتعلقه بانشطه روسيا تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان في صعيد مصر وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمه لتنميه الريف المصري واستقبل الاهالي سيسي بالزغاريد والعبارات المرحبه بوجوده والمعبره عن سعادتهم بهذه الزياره ورحب مجموعه من اطفال القريه بالسيسي عبر غنائهم لاغنيه باللغه النوبيه وطلب سيسي التقاط صوره له مع الاطفال مشاهدينا الى لقطه اليوم من اكسبو 2020 دبي لاجواء استثنائيه في احتفالات او في احتفالا في احتفال باعياد الميلاد مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة ودمتم بأمان الله